يصعب لأي حرب مهما كانت ضراوتها أن تقف حاجزا بين الشباب وحبهم للحياة، وربما ضاقت المساحات داخل المدن الليبية نتيجة الوضع الأمني السيء، إلا أن رمال بلدة القربول الليبية الساحلية تحولت ملعبا لهواة سباق السيارات. في هذا المكان يتجمع محترفو قيادة السيارات ليستعرضوا مهاراتهم في المناورة والتزلج على الرمال. فهذا النوع من النشاط يستقطب مشاركين من نحو 17 بلدة ومدينة ليبية، منها مصراتة وطرابلس والزاوية. الدولة تساعدنا أن يكون في كل سنة أو مرتين في السنة نبو الدولة الليبية تساعدنا كوزارة شباب الرياضة، لأن الشباب تشوف فيه كل مجهودات فردية. الحمد لله بالمجهودات الفردية بطموح الليبيين والشباب الليبيين، الحمد لله على المجهود على المشهد البصر. وتعد هذه المرة الثانية التي يقام فيها مثل هذا السباق في ليبيا، ويقول المنظمون إن أكثر من 50 سيارة وسائقا شاركوا في السباق. احنا فرحانين بالناس هذه اللي قامتنا بالحاجات هذه النشاطات، وان شاء الله نشاركوا في نشاط برا والبلاد، وان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله كل سنه نديروا نفس الرالي هذا، وان شاء الله ربي يوفق الشباب ما والمعنويات نبوا زياده اكثر معنويات. رياضه قياده السيارات على رمال شائعه في ليبيا، ونظمت في الآونة الأخيرة عدة سباقات مماثلة في محاولة لاستعادة شكل من أشكال الحياة الطبيعية وشغل الشباب بأمور غير النزاع الدائر في البلاد.